صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في أول حلقة من برنامجكم الصباحي شمس البحرين في هذه السنة الجديدة، سنة 2019. عام 2018 كان عام جدا جميل، عام مليء بالإنجازات وخصوصا على مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين. نتمنى من عام 2019 يكون عام أجمل ويحمل معاه طيات جميلة تخلد في ذاكرتنا. أكيد في البداية أصبح على زميلتي منال. صبحت الله بالخير منال، وكل عام وانتي بخير. وانتي بألف خير عوشة، وأكيد أصبح على مشاهدينا، ومشاهدينا ما ينتهي شيء من دون لا يبدأ معاه شيء جديد. فمع بداية كل عام بداية أمل على أن ننجز كل ما نطمح له قبل نهاية العام، فعسى كل ما سعيتم له تحقق وكل ما أملتم أن يمضي مضى. وكل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا. والحين خلونا نبدأ معاكم أبرز فقراتنا لهذا الصباح. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد مع أولى فقرات حلقتنا. مشروع بحريني يعد الأول من نوعه على الأقل على مستوى الخليج، ويتميز بإدارته النسائية البحتة. خلونا نتابع هذا الريبورتاج السريع عن مشروع تنس فيرست، ونرجع لكم من جديد مع ضيوفنا في الاستديو. انتظرونا. بديت هاي المشروع في فبراير 2018، واللي يميزنا ان احنا ندير هاي المشروع باداره كلنا سيدات. تنس فيرست عاليه. مشاهدينا، الحديث اكثر حول هذا المشروع معنا اليوم علي عبد الله وبنتها روان عادل. حياكم الله ونورتونا. نورتونا وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وانتم بخير. اذا ممكن اول شيء تكلمونا عن بدايات تنس فيرست. في بدايه بس حبيت اشكركم على هاي الاستضافه. فكره تنس فيرست، او اعرفكم اولا على برنامج تنس فيرست، هو برنامج من خلاله نقدم التدريب حق جميع الفئات والأعمار وجميع المستويات. نقدم تدريب حق الصغار والكبار، حق النساء والرجال، وعندنا حصص تدريبية خاصة حق المراهقين المبتدئين. جميل.
وطبعا يمكن هالشيء مو جديد في البحرين، في اكاديميات تقدم برامج تدريب تنس، بس اللي يميزنا احنا ويخلينا الاول من نوعه ان هاي المشروع او البرنامج باداره نسائيه. نعم جميل. يعني وعندنا مدربات مؤهلات للتدريب بالاضافه الى مدربين. هذا الشيء اللي نبي احنا شوي نتوسع عنه شوي اكثر. عاليه، يعني من وين جاتكم هذه الفكره ان انتم تخصصون طاقم العمل كله يكون نسائي بحت؟ مثل ما ذكرنا في التقرير ان كلكم نساء وتدربون مختلف الاعمار والجنسين ايضا، فنبي نتكلم شوي اكثر عن هذا الموضوع. اليوم طبعا انا افتخر كل الفخر ان انا عندي بنتي معاي. بالامس انا كنت اروح واوقف واشوفها وهي تتدرب، اليوم هي واقفه معي في الملعب وتساعدني ما شاء الله في التدريب. طبعا بس بتكلم عن الاداره. نعم. عندي بالاضافه الى بنتي روان عندي خواتي اللي هم صديقاتي ثنتين يساعدوني في التدريب وفي الاداره، فهاي اللي يخلينا إدارة نسائية. نعم. صديقتي وأختي فاتن حبيت أذكرها لأنها تساعدني في التدريب والإدارة، هي مدربة بعد ومؤهلة. وعندي صديقتي إنكي. فإحنا نشتغل على قلب واحد، متعاونين في الإدارة، فهالشيء أيضا يميزنا ويضيف لنا، فحتى المشاركين اللي يجون يلعبون يحسون بهالجو العائلي. يعني من وين جاتكم هاي الفكره، فكره ان انتم تكونون كلكم نساء وان انتم تنشؤون هذا التيم؟ الفكره جات من خلال انا شغلي مع الاتحاد البحريني للتنس في اللجنه النسائيه. كنت هناك انظم بطولات نسائيه وانشطه نسائيه وتدريب، فلمسنا ان هناك في رغبه من النساء والبنات ان يتعلمون هاي اللعبه، بس اغلبهم كانوا يفضلون ان يكون عندهم مدربه او يبتدون مع مدربة. فهاي الحاجة هو يعني عطانا فكرة إن في حاجة إن البنات يحتاجون مدربة تنس يبتدون معها. وشيء ثاني، إحنا حبنا لهاي اللعبة خلانا نحس إن نقدر ننشرها بطريقة أوسع، يعني على نطاق أوسع، وخاصة مع الأطفال الصغار. خبرتنا إحنا في التنس وخبرتنا في التعامل مع الأطفال أعطانا ثقة أن احنا نقدر نقدم الأفضل بالأخص لهاي الفئة، وهاي الفئة هي أهم فئة لنا، هي أهم مرحلة في تعلم التنس. نعم. نعم. حق روان شنو دورك؟ إذا ممكن تكلمينا عن دورك. أولاً صباح الخير، صباح الخير على استضافتكم لنا. بعرف عن روحي بالأول. فضلك. أنا روان، عمري 20 سنة. بديت لعبة التنس من كان عمري 8 سنين، وطبعا امي هي اللي شجعتني على هاللعبة وزرعت الشغف فيني حق هاللعبة. وكنت في منتخب التنس للسيدات منتخب البحرين. بعدها من كثر حبي لهاللعبة حسيت ان انا بعد كان خاطري اني انا انشر هالحب حق الغير. فدوري انا في النادي مساعدات مدرب. هالشيء قاعد يساعدني اني انا اكسب خبره كوني قاعد اتعلم واعلم في نفس الوقت. غير كذي انا قاعد ادمج دراستي مع اللعبه لاني ادرس اي تي، وعندي خبره في تصميم المواقع. جميل. فقاعد اصمم ويب سايت حقنا حق النادي مالنا. وعندي فكره اني انا اطبق ابلكيشن، ابي اسوي ابلكيشن حق النادي بيكون فريد من نوعه ان شاء الله، وان شاء الله بنكون احنا اول نادي تنس في البحرين اللي نستخدم ابلكيشن في التدريب ان شاء الله. وهاي بيخلينا نكون يعني نتطور اكثر وبيغلل وقتنا حق تنظيم البرامج التدريبيه. جميل. نرجع لك استاذ عالية، يعني ذكرتي في البدايه ان انت تدربين الفئات العمريه الصغيره، هل هناك فرق بين تدريب الفئات العمريه الصغيره والفئات العمرية خلينا نقول الكبار، ويعني التطور في التدريب ياخذ له وقت معاهم ولا لا؟ اكيد في فرق كبير بين الصغار والكبار. الصغار عادة احنا نركز معاهم على نقطة الاستمتاع. نخليهم يحبون اللعبة اول شيء، يعني فنركز على الجيمز، على نجذبهم حق اللعبة، نربطهم في اللعبة، بالإضافة نركز على أشياء ثانية مثل آي هاند كوردينيشن، مثل السبيد. كل هاي نسويه بطريقة متعة، يعني ما نسويها بطريقة تدريبية بحتة نحن نتعبهم، نخليهم يستمتعون وفي نفس الوقت يتعلمون. فهاي اللي يختلفون فيه الصغار عن الكبار. الكبار
نركز فيه في التكنيك، في تكنيك اللعبة أكثر. الصغار يعني نعطيهم التكنيك بس نركز على جذبهم للعبة وحبهم للعبة أولاً، بعدين نضيف التكنيك. جذبهم للعبة عشان ممكن هم يوصلون فيها لين كبروا. أي وطبعاً التنس الحلو في التنس إنه هو نسميه سبورت فور لايف، يعني أي أحد يقدر يلعبها بأي عمر، يعني إذا حبوا اللعبة وهم صغار يقدرون يلعبونها لين ما يكونون كبار، غير عن باقي الألعاب اللي فيها عمر محدد بعدين ما يقدرون. صحيح صحيح. يعني عاليا تشوف وايد في شغف، تشوف في وايد حب على هذه اللعبة منك من روان، لكن هل حصلتوا دعم من أي جهة من الجهات؟ الحمد لله حصلنا دعم بشراكتنا مع إدارة نادي ألبا، حصلنا منهم الدعم، قدموا لنا يعني عطونا الملاعب نستعملهم حق البرنامج، ونحصل منهم التسهيلات، ومن خلال هالبرنامج يعني احب صراحه اوجه لهم الشكر. وحصلنا دعم معنوي من افراد، من مدربين، من اخوان مدربين صراحه وقفوا معي وقفه حلوه، خاصه في البدايه لما كنت ابتدي البرنامج وكنت جدا متخوفه ان انا ابتدي، فعندي الكابتن المدرب هشام مال الله هو عطاني ثقه كبيره ان انا اقدر ابتدي هاي البرنامج، وعندي مدربين ثانيين مثل المدرب حمد الفردان والمدرب يوسف رضا، صراحه خايفه اذكر اسامي لان خايفه انسى احد، في ناس وايد وقفوا معي. نعم. الحمد لله. يعني الحمد. اكيد كل مشروع وكل فريق يبتدي اكيد لازم يواجه بعض العقبات وبعض الانتقادات، فنبي نتكلم شوي اكثر عن الانتقادات او العقبات ان وجدت، وخصوصا ان الفريق يعني بحريني نسائي بحت، فنبي نتكلم شوي اكثر عنه. الحمد لله الحمد لله. بالنسبه حق العقبات والمشاكل طبعا واجهتنا عقبات ومشاكل، بس اشياء بسيطه يعني ما تستحق الذكر. مشاكل وعقبات تتعلق بالاداره، بالتخطيط، بالجداول، المدربين، يعني شيء ما يستحق الذكر، والحمد لله كلها تجاوزناها، ولحين عندنا مشاكل صغيره يعني نتجاوزها. واجهتي بعض الانتقادات كونك مدرب انثى قاعده تدرب مثلا الجنسين؟ لا الحمد لله، بالنسبه للانتقاد ما واجهني اي انتقاد سلبي، بالعكس شفت تشجيع من الاهل والاصدقاء. حلو. اذا ممكن تكلمينا عن فتره البرنامج، هل البرنامج يبتدي مثلا من يناير حتى ديسمبر، او في اوقات معينه يكون موجود في البرنامج بعدين يوقف؟ احنا عندنا نفس السيزونز، يعني السيزون يبتدي تقريبا من سبتمبر، اول ما يبتدي الجو يصير حلو اوكي يبتدي السيزون، تقريبا نص سبتمبر احنا نبتدي وبعدين ينتهي مع الصيف، يعني هاي بالنسبه حق الكبار. بس عندنا خطة إن شاء الله السنة الجاية إن نتفق مع النادي يعطون الصالة الداخلية على أساس إن الأطفال الصيف اللي موجودين في الصيف يواصلون في الصيف ما يطلعون اللعبة. يعني على طار الخطط نبي نتكلم شوي ونتوسع عن الخطط، هل عندكم خطط مستقبلية غير إن أنتوا تخلون الصالة داخلية، خطط غير مثلاً تتوسعون في الألعاب غير التنس؟ حاليا تركيزنا على التنس لان تونا بادين ونبي نطور من اللعبه، فكل تركيزنا على التنس. بس هالشيء ما يمنع يعني انه مستقبلا عقب ما نبني البيس ونعرف الناس بتنس فيرست انه مستقبلا نتوسع ونضيف العاب. جميل. روان ذكرتي التطبيق ويبين عليك تحبين التكنولوجيا، فهل انت متوليه التغطيات بخصوص تنس فيرست في السوشيال ميديا؟ عندكم حساب؟ عندنا اي حساب في الانستغرام، هي اللي قاعد اديرها حاليا، بس اغلب الصور والفيديوز انا اللي قاعد اخذهم. شلون تشوفين التعليقات والتجاوب من الناس؟ والله صراحه كل شيء اوكي الحمد لله، يعني في تجاوب مع الصور مع الفيديوز ووايد ناس قاعدين يحبون هالشيء. جميل. عاليا نرجع لك، نبي نتكلم عن الاقبال على هذه اللعبه من الشارع البحريني، هل تحسين الناس قاعده تقبل على هذه اللعبه، حابه ان هي تتعلمها وخصوصا النساء؟ الحمد لله يعني في اقبال، واكثر اقبال عندنا حاليا من النساء. الحمد لله، بس يعني نتامل ان مستقبلا يكون عندنا اقبال. هل تحسين ان الاقبال من النساء اللي قاعد يشجعهم وقاعدين يقبلون على هذه اللعبه ان المدربه انثى؟
هاي العنصر هو اللي مشجع اغلب البنات انه هم يشاركون. اريح عندهم يغلطون قدام مره مثلهم. روان، اذا ممكن تكلميني عن طريقه التسجيل، شلون ممكن اي احد يسجل معاكم؟ عدة طرق للتسجيل، منها أن تقدرون تزورون نادي ألبا اللي هو في البحير، تزورونهم على الريسبشن، هم راح يساعدونكم هناك، أو أن تتصلون لهم على الريسبشن وراح يساعدونكم، أو أن تتواصلون معنا إحنا عن طريق الإنستغرام اللي هو @tennisfirst.ph، وعلى الويب سايت اللي أنا قاعدة أشتغل عليه بحط حق الريجستريشن. حلو. فإن شاء الله لنجهز الموقع راح يكون في ريجستريشن عبر الموقع. خلو بعد في اختيار اللي إذا حد يبي يساعدكم يدش في الإدارة، بعد نساء يشاركون، يصير في نساء يشاركون ونساء يقربون. شكرا دشين في الإدارة منال. يعني جميل، إحنا جدا فخورين فيكم، فخورين إن عندنا فريق بحريني قاعد يشارك وحاب إنه هو يتطور من الرياضات وخصوصا رياضة التنس، فكل شكر على وجودكم معنا، نورتونا. شكرا لكم. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعدها نعاود، انتظرونا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. هناك عدد من الإحصائيات تتكلم عن الأشخاص اللي يخططون لحياتهم، منها من يقول إن هناك 3% فقط من الناس هم اللي يخططون لحياتهم، فهل أنت عزيزي المشاهد من اللي يخططون لحياتهم؟ إذا ما كنت من هالناس فأكيد حان الوقت للتغيير ورسم خارطة الطريق لعامك الجديد عام 2019. لا تصير شخص عادي يمشي بالبركة مثل ما يقولون، ولكن تكون متميز ومدرك حق كل اللي تقوم فيه من عمل، وتعرف مسبقاً هدفك من العمل اللي راح تسويه. مشاهدينا، صحيح ان الدراسات تاكد ان 3% فقط من الناس هم اللي عندهم اهداف وخطط قاعدين يحطونها واضحه ومكتوبه، لكن هذا الشيء ما يمنع ان احنا نقنعكم اليوم بالتخطيط لحياتكم، ولمن يرغب في تحقيق انجازات او اهداف مهمه لابد ان يكون اهدافه مكتوبه وذكيه، وهني اكيد مربط الفرس. والحديث حول هذا الموضوع معنا اليوم عبير المعتوق، المدربة واستشارية التوجيه الشخصي والمؤسسة. صبحك الله بالخير. صبحكم بالنور والسرور. كل عام وانت بخير. وانت بصحة وسلامة وسنة سعيدة ومباركة علينا جميعا يا رب. علينا وعليك يا رب العالمين. يعني بداية نبي نتكلم عن التخطيط للعام الجديد، كيف ممكن للشخص انه هو يبتدي عام الجديد وعنده لستة من التخطيط لأهدافه وطموحاته؟ طبعا العام الجديد هو ما هو الا بورشن صغير او جزئيه صغيره من حياتنا كلها، اللي هي تعتبر خلينا نقول مشروعنا الاكبر. نعم. فانا بسالكم هل يعني قد مره واحده فيكم راحت الخياط وقالت له خيط لي فستان بسله؟ اكيد لازم تشوفينه قدامك، لازم الوانه تكون واضحه، لازم ديزاينه يكون واضح، مقاساته بالتفصيل. انت هاي مشروع فستان ما تسوينه الا رسمته بوضوح، ما بالك حياتك اللي هي اكبر مشروع. نعم. يعني ما في ولا شيء استوى في هالكون الا لما يكون مخطط له بوضوح. كيكه ما تروحين تطبخينها الا لما تشوفينها وتذوقينها. نعم. سياره، بيت، اي شيء. فيعني انا اعتقد انه هو التخطيط للحياه هو الشيء الطبيعي والعادي، اللي مو بعادي ان احنا ما نخطط. صحيح. شلون نعيش بدون تخطيط؟ مثل ما ذكرت في المقدمه، عايش على البركه. بالضبط. وخليني بس اعقب على الاحصائيه اللي قلتيها، الاحصائيه فعلا دقيقه، كانوا مسوينها سنه 79 في برنامج ماجستير في هارفارد، فكانت بالضبط كانوا يبون يقيسون ان الناس مدى رؤيتهم لحياتهم، هل فعلا هم يخططون اللي يبونه ولا مثل ما قلتي عايشين على البركة. 3% بالضبط هم اللي كانوا مخططين وكاتبين أهدافهم. 18% قالوا عندنا أهداف هاي ليفل، اللي بس يعني نتوقع أن نبي نصير كذي أو كذي. الباقي 48 ما يدرون، 84 ما يدرون بالدنيا ولا يدرون لقطتهم. بعد 20 سنة رجعوا سووا الإحصائية، 3% اللي خططوا وكتبوا كان الانكم مالهم 20 تايمز، 20 مره قد اللي ما خططوا. فيعني السالفه مو بس ان الواحد حياته تضيع، هو حياته تضيع، عمره، ايامه، الانرجي مالته، وبعد حتى يقعد مكانه ما يتحرك. اللي يخطط وين يوصل؟ 20 مو 20%، 20 مره
يعني اللي اذا كان دناك راتبهم مثلا خلينا نفترض 1000 دينار هذا كان 20000 ما شاء الله فتشوفي الفرق. يعني عبير ايش كثر اهميه هذا التخطيط وشلون ممكن نخطط؟ هو الاهم يعني هو طبعا يبتدي بمعرفتك وتاكدك بمدى اهميتك انت في هالدنيا، انت ليش جايه اول شيء اللي هي الفيجن، شنو رؤيتك؟ انا ليش ربي خلقني؟ يعني رب العالمين كان بامكانه انه يخلق هالارض وعليها كل شيء جاهز، صح، خلاها فاضيه عشان احنا نعمرها. اذا كل روح فينا لها دور، اعرف دوري ومن خلال معرفتي لدوري ابتدي اقسمه. كل سنه يكون عندي تركيز معين، سنه يكون تركيزي الدراسه، سنه يكون تركيزي مثلا ان انا ابدا في عملي، سنه يكون تركيزي صحتي واهتمامي. طبعا ما نغفل ان نكون متوازنين مع باقي الاجزاء، ولكن يكون في تركيز معين على اساسه تنحط الاهداف. يعني كنا التخطيط مستويات، في اللي تركزين على الشيء الصغير وفي، بس قلتي على مدى السنه فهو مشروع كبير. هو مشروع كبير على اساس لما تحطين لك تخطيط لمده سنه تشوفين انا على نهايه السنه وين بكون، فهاي هاي الفيجن او هاي الرؤيه تشجعك كل يوم ان انت تلتزمين في اهدافك الصغيره اليوميه. طيب عبير كيف ممكن احنا نحدد المعلومات اللازمه اللي ممكن احنا نمشي عليها طول السنه عشان نحن نحقق اهدافنا، سواء كانت هاي الاهداف صغيره ام كبيره؟ يعني خلينا نقول معلومات اكيد بتكون اقل لو كان الهدف بسيط، لكن لو كان الهدف كبير. انت قصدك بالمعلومات، قصدك المصادر والريسيرش وهاي الامور. نعم. طبعا الموضوع كله داخلي ويعتمد انت شنو تبين. يعني اذا كان تركيزك السنه صحه بتروحين تبين تقرين في مجال التغذيه الصحيه، بتروحين تشتركين في جيم، بتتعرفين على البنات اللي كانوا هنا من شوي، بتروحين دروس معاهم. اذا كان تركيزك دراسه بتبحثين في المجال اللي انت تبينه، فيعتمد انت تركيزك توجهك وين رايح السنه. ايش رايك عبير في الناس اللي يكتبون لسته بدايه كل سنه؟ اي زين، وتشوفين بروحهم يقدمون، يعني على الاقل يوصلون خلينا نقول نهايه السنه يطلعون اللسته سووا على الاقل شيئين. اي ايش رايك في هذه النوع من الناس؟ اذا شيئين من اربعه ولا من ثلاثه وايد زين، يمكن شيئين بيت وطياره، هاي شيء زين. تحسين شنو اللي خلاهم يحققون ذا الشيء؟ التزامهم طبعا، التزام. شوفي في شيء اسمه كونسستنسي، هاي شيء لازم احنا ما نغفله، اللي هو الالتزام اليومي. When you are consistent خلاص الشيء يصير يعني جزء مني، جزء منك خلاص، يدخل في سيستمك وما تحطين جهد ان انت تلتزمين فيه. بس عبير كثير من الناس يكتبون اشياء وينسونها، وتشوفين اي يوم بعد يوم ينسى زياده. انا اتوقع لانه ما يذكر نفسه، لا لانه هو يكون في يومه مشغول باللي قاعد يحصل مو وين يبي يروح. صح. فعشان كذي هو ينسى، لو يخلي عشان كذي نسوي فيجن بورد، لو يخلي قدامه هو وين راح يوصل، لو التزم في هاي الاشياء بيكون صعب انه هو ينسى. صح. صعب يعني انه ما يلتزم. تعقيبا على كلامك منال، ليش الواحد نفس ما قلتي نحن نخلي سبوره معينه نكتب فيها بعض الامور ونخليها قدامنا؟ احنا طالعين من الغرفه نشوف هذه السبوره، واحنا داشين الغرفه نشوف هذه السبوره عشان يركز في عقلنا الباطن. صح. وبالتالي احنا لا شعوريا ممكن نحن نحقق هاي الاهداف. مو بس الباطن، الواعي واللاواعي. ليش؟ لان انت مساحه عقل لازم تملي بشيء معين. نعم. فاذا ما انملت بهاي، هو مو لازم ترى سبوره، ممكن حتى صور في التليفون. صحيح. ممكن اي شيء، هي بس الفكره ان تشغلين مخك باللي انت تبين تروحين له، لان شوفي كل فراغ راح يملي بشيء، فاذا ما مليتي باللي تبينه بينمل باشياء مو مفيده وما لها اي داعي، وكلنا عارفه الاشياء شنو. صحيح. يعني عبير اذا تقدرين تكلمينا اكثر عن الناس اللي خلينا نقول وصلوا نهايه السنه وما حققوا شيء. اقول لهم اتس نيفر تو ليت، اكيد الاسباب كانت لها علاقه بمعيقات داخليه فيهم، لان المصادر اللي برا تظهر اول ما احنا نحط النيه. لما تنوين ان انت تلتزمين في شيء معين وتوصلين له، سبحان الله، يعني هاي قانون كوني خلاص، تيج الناس الصح، تيج واحد تعطيك فكره، تشوفين قدامك شيء معين مكتوب يوصلك لهاي الشيء. فاكيد هو المعيق كان داخلي عندهم، يا انه خوف، يا انه تردد، يا انه كسل حتى. نعم. فيتعاملون معها داخليا، والخارج بروحه يعني بيتحمل بروحه مثل ما نقول. عبير يعني على طاري السنه الجديده، قاعدين نشوف وايد في هاي الفتره الاخيره قاعده تنزل صور على وسائل التواصل الاجتماعي عن السنه 2018 وسنه 2019، صور جدا مضحكه انه يعني سنه 2018 هلكتني ومر شنو، وسنه 2019 شنو بتعطيني؟ فنبي رايك بهذه الصور. انا اقول حرام لا تظلمونها، يعني 2018 عطتكم كثر ما انتم نويتوا تاخذون منها، اللي كان منتبه حصل الاشياء الزينه، واللي كان يعني ليزي وخايف اكيد ما راح يحصل شيء زين. انا عن نفسي اشكرها وايد، كانت سنه رائعه بالنسبه الحمد لي. لله. الحمد لله. عبير يعني الحين احنا نقدر نقول 97% يا عبير كساله؟ ايه معقولة؟ او خايفين او كسالة، او خل اقول لك شيء منال، ما قاعدين يستفيدون من البوتنشال اللي عندهم. يعني هو ممكن يوصل هالكثر، هو قاعد يسوي بس هالكثر،
هاي اللي قاعدين نقولها. ايش رايك في الناس اللي تاجل اهدافها؟ يعني كل مره يقولون نفس اللي بيضعفون، الاحد بضعف، الاحد بسوي رجيم، فنفس الشيء كل مره يقولون السنه الجايه بسوي ذي الهدف، السنه الجايه بكمل دراستي، وتمر سنه ورا سنه وما ينجزون شيء. اقول له راقب ذهنك في شنو مشتغل، اكيد او منشغل، اكيد منشغل في المعيقات اللي تعيقه، اكيد طول وقته يعني قاعد يسوي او قاعد يفكر في وضع الحالي مثل ما قلت، مو بانه وين انا بوصل لو التزمت. الدماغ برمجته موضوع مو بصعب، بس الصعوبه اللي فيه هي مساله الالتزام اليومي بس. إينا. هاي كل اللي تحتاجين تسويه. يعني عبيرتك يا مدربه حياه، ايش كثر ناس تقعدين معاهم وتساعدينهم يبنون خطتهم او اهدافهم من بدايه السنه؟ والله عدد كبير. انا اسويها بشكل جمعي، اللي هي الفيجن بورد، اللي يكون شيء جماعي، او اللي هي الجلسات الخاصه لما ني احد وكلش وايد مستعد ويبي انه يكون في تركيز عليه هو. فلا عدد زين. يعني عبير انت اكثر شيء وعي بالموضوع، تركزين على شنو الهدف. مثلا واحده تقول لك انا ابي اصير مشهوره، اي واحده تقول لك انا ابي اخلص الجامعه. انا اركز على شنو معناتها الهدف بالنسبه لها، لان مرات الهدف يكون خادع. انت لازم تعرفين هاي ليش تبين تصيرين مشهوره، شنو القيمه اللي انت قاعده تعزينها بهاي الشيء. فانا اي جو ديبر وذم، وبعدين من هناك نخلق لها الفيجن بورد. نبي نتكلم عن الاهداف والاحلام عذير. يعني هل يعني احد يالك وطلب منك او قال لك ان انا ابي احقق ذي الهدف وتحقق هدف كبير؟ هدف كبير بمعنى شيء مادي ما اعرف، بس اعرف ان هم يعني استقاموا في حياتهم مع نفسهم، اختياراتهم صارت على اسس واضحه بالنسبه لهم اكثر. فيعني انا في المجال ما صار لي وايد سنين عشان اعرف من اشترى جزيره ومن اشترى بيت، ولكن امشور ان الناس اللي التزموا اكيد يعني ماديا راح ينعكس عليهم في الاشياء الفيزيكال اللي تدخل حياتهم. بس على الاقل اقدر اقول لك ان لا، هم مرتاحين مع نفسهم ومع طريقه اختياراتهم يقولون لا حق شنو، يقولون ايه حق شنو في هالحياه. عبير كثير ذكرتي نفسه الشخص مع نفسه الشخص مع، يعني هل لهالدرجه المحيط ما اللي حوالين الشخص ما له دور في تحقيق اهدافه؟ المحيط يتغير بتغير تعاملك مع نفسك، الناس تطلع وتدخل في حياتك على حسب انت شلون تتعاملين مع نفسك. جمله قيمه جدا، هاي باخذها معي السنه الجايه. لا تاخذينها. يعني على طار المحيط عذير، في ناس وايد حابه ان هي تحقق اهداف، لكن تلاقي ناس من حولهم، ناس اقربائهم قاعدين يكسرون مياديفهم. يعني انت بتسوين ذا الشيء انت ما تقدرين، مستحيل تسوينها. فيعني نبي نصيحه توجهينها لمثل هذه الناس السلبيين. هما طبعا يعني انا ما اسميهم سلبيين كثر ما اسميهم خايفين. هما لو على ودهم تكون عندهم الشجاعه اللي عند هالشخص اللي قاعد يجدم على شيء جديد. فهو افضل شيء ان انت ما اساسا ليش اذنك تروح لهم؟ ليش اساسا تشاورين؟ المشاريع مو بحلو ان تتكلمين فيها قبل لا تصير. فانت مجرد انه سوالف عاديه، مو لازم تاخذين راي اي احد في اي مشروع راح تقدمينه. ساعات الواحد استعينوا، ساعات الواحد من كثر ما هو مستانس على قولتك يستعيل. يقعد يقول انا خاطري اصير كذي، انا ابي احقق ذي الشيء. لا، استعينوا على قضايا حوجكم بالكتمان. هاي شيء يعني هاي كلمه حكيمه وفيها بعد طاقي كبير ما حد يعرفه، لان فعلا انت لما تنتين وتتكلمين في شيء للحين ما صار، فقط الناس الثانيه تاثر عليه وتاثر عليك انت ذهنيا، تخرب عليه بالتالي. اي فالموضوع على اكثر من مستوى. فليش بالعكس، انت خلصي وسوي وروحي لهم وانسيهم وخلي تشوفون النتيجه وتشجعون بالنتيجه. تفيدتي قلتي بعد طاقي اي قوي. هل السنه الجديده تعتبر احد الابعاد الطاقيه اللي تعتبر بوابه جديده انفتحت؟ ليش؟ لان كل من قاعد ينهي شيء ويبتدي شيء. فهاي بالنسبه حق من؟ بالنسبه حق التاريخ او بالنسبه حق الشخص نفسه؟ لا، احنا كلنا كبشر مبرمجين ان 31 ديسمبر هو نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده. بس كل شهر فيه 31 في نهايه. لا ما هو كل شهر بدايه جديده وصغيره. نعم. ونهايه جديده صغيره، بس هذه ذيز ذا جراند وان، تعرفين مرحله كبيره. اي فايه ففيها نقله. يعني موضوع جدا جميل مثل موضوع السنه الجديده. احنا استمتعنا ونبي منك يعني نصيحه تقدمينها للساده المشاهدين بخصوص السنه الجديده وكيف ممكن انهم يحققون اهدافهم. انا نصيحتي بتكون مستمده من كلام منال لما قلتي ركزوا على ذاتكم. التركيز على الذات يخليك انت تساعدين ان يكون هالعالم مكان افضل للعيش للجميع. وبهالمناسبه انا حابه ادعوكم ان تنصفون ذاتكم، ويبقى لك الواحد واحدة فيكم. شكرا لك على هذه. هاي كان حلمي لهالسنة وتحقق، وتحقق دبل. نزلت النسخة الإنجليزية في شهر 2 وصار فيها وايد، صار في وايد طلب على العربي، فنزلت توني من شهر. ما شاء الله، يعني الله يبارك لك في هاي الكتاب. شكرا لك عبير، شكرا لك عبير. عاد نحتاج توقيع تحت الهواء. لازم. شكرا لك عبير، نورتينا وموضوع جدا جميل. مشكورة عبير، سعيدة علينا كلنا. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله.
مشاهدينا بدأ استانسنا مع عبير، خلونا نطلع فاصل ونرجع معاكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، ويقال ان الموسيقى هي لغه عالميه لتبادل العواطف، فعلا هي الطريقه الامثل لنقل المشاعر دون الاستعانه بالكلمات. نترككم مشاهدينا مع هذا التقرير، نرجع لكم من جديد، انتظرونا. مشاهدينا، الموسيقى هي من أجمل الأساليب للتعبير عن المشاعر، والبحرين لا تخلو من المؤلفين والعازفين المبدعين، وضيفنا اليوم هو العازف والمؤلف على آلة البيانو صالح عيسى، اللي راح يكلمنا عن أهم أعماله وشغفه بالموسيقى. مساك صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور، وبمناسبة حلول عام 2019 أحب أقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وأقول للبحرين كل عام والبحرين ملكا وقيادة وشعبا بخير، وكل من يتابع هذا البرنامج الجميل. وانت بألف وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. إذا ممكن تكلمنا عن علاقتك بآلة البيانو. طبعا أنا علاقتي مع آلة البيانو يعني من مرحلة الطفولة، من يوم كنت في أول ابتدائي كنت دائما أشارك في الأنشطة الموسيقية على المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك التحقت في مركز سلمان الثقافي للأطفال وشاركت في العديد من الفعاليات اللي يقيمها المركز، وكذلك في يعني درست اللهو الموسيقى في معهد البحرين للموسيقى كمنحة، يعني بالإضافة إلى دراستي اللهو البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال درست الموسيقى في معهد البحرين للموسيقى. يعني صالح نبي نتكلم شوي عن المعزوفات اللي انت عزفتها والاعمال اللي انت شاركت فيها، اكيد لك اعمال وطنيه لمملكه البحرين سواء شاركت فيها داخل البحرين ام خارج البحرين، نبي نتكلم شوي عنها. نعم طبعا انا اعتبر اول عمل وطني هو صعودي على الستيج في المرحله الابتدائيه ان انا اعزف في العيد الوطني. ما شاء الله، يعني هذا هو العمل الوطني الاول. وطبعا في جميع المراحل الدراسيه دائما كنت اشارك في الاعياد الوطنيه، وبس اهم يعني او اقرب مشاركه لي كانت في جامعه البحرين عام 2012 تحديدا 16 ديسمبر 2012 في العيد الوطني المجيد، وكان بحضور قاده البلاد حفظهم الله ورعاهم. هاي اقرب مشاركه لي وايد اعتز فيها. وغير بعد ان مؤخرا الانتخابات مثل ما تعرفين ان جامعه البحرين كانت مركز انتخابي عام. نعم. فكانت في فعاليات كثيره. صحيح. يعني وشاركنا ايضا في هذه الفعاليات الموسيقيه والفنيه هذه المناسبه. ما شاء الله. صالح اذا ممكن تكلمنا عن هذا الشغف وشلون انت الحين قاعد تدرسه في معهد الموسيقى. في جامعه البحرين. في جامعه البحرين. هو مثل ما قلت يعني البيانو شيء جميل وقريبة مني جدا هذه الآلة. أنا أعتبر آلة البيانو هي الوسيلة اللي أقدر أن أجسد فيها مشاعري بصورة ألحان. نعم. وآلة البيانو يعني هي الوسيلة اللي أنا أقدر أجسد فيها هذا الشيء. هل تحس أنه يوصل إحساسك من خلال اللحن فقط بدون كلمات؟ نعم طبعا، سواء كان باللحن أو كان بالكلمات، بس يعني أحياناً مو بالضرورة أن توضح
الاغنيه كفكره او مفهوم احيانا اللحن نفسه هو اللي يوصل لك الشعور الشعور والاحساس. جميل. بس مثل ما تفضلتي المعذره مثل ما تفضلتي يعني تدريس هذه احنا في جامعه البحرين او تحديدا في نادي الموسيقى هذه نشاط طلابي نتشارك فيه الافكار الموسيقيه وانا اشرف عليهم والافكار الشبابيه الموسيقيه هاي جدا شيء جميل. في نادي الموسيقى ايضا احنا مثل ما يقولون يعني نوظف الموسيقى في كذا امور. يعني نجحنا الحمد لله ان احنا نوظف الموسيقى في التواصل الاجتماعي. حلو. بتقولون لي شلون؟ اقول لكم مثلا احنا رحنا كذا زياره لدار المسنين عزفنا لهم. رحنا سابقا جميلة. ايضا لمركز عاليه للتدخل المبكر. ايضا حلو. عزفنا لهم فهذا شيء جميل. بس انا كانت تجاوب من هذه الاماكن اللي عزفت فيها بالذات يعني دار المسنين كبار لا وايد استونسوا وهم يعني بعضهم قاموا يغنون معنا خاصة إذا يعني نعزف شيء من هم مألوف عندهم أي نعم من التراث يعني مثلاً أغاني وطنية نعم وأنا دائماً أركز على الأغاني الوطنية حتى في الجامعة يعني أحب أعزز مبدأ المواطنة والولاء للوطن والقيادة. نعم. وهذا الشيء بارز فيك يعني صالح. أنا دائما كنت لما أمر في جامعة البحرين أشوفك في نادي الموسيقى شلون عندك روح العطاء وحب العطاء للطلبة الموهوبين اللي حابين أنهم يتعلمون الموسيقى خصوصا آلة البيانو. يعني أنت غير آلة البيانو قاعدين نشوفك أن أنت يعني معاهم في جميع الآلات فش كثر أنت تستمتع مع الطلبة اللي حابين أنهم يتعلمون الموسيقى. هو شيء جميل ان الشخص يكون قريب من الطالب يعني انا ما اعتبر ان مثلا انا موظف وهذه طالب لا وياهم مثلا عندنا فعاليه خلينا نقول مثلا في قاعه الشيخ عبد العزيز نعم. مثلا اللي هي في الجامعه اشيل وياهم في الالات يعني نشيل الالات مع بعض ما اقول لا انا موظف ما يصير لا حلو. وقت البريك نروح ناكل كلنا مع بعض جميل. وقت التدريب نكون كلنا مع بعض هذا الشيء الجميل هاي بالعكس يعني يعزز من ثقتنا كلنا في بعض نعم. بعد مثل التناغم يصير احسن تناغم نعم. نعم وهاي انا اشوفها ايضا سبب في يعني بالاضافه الى وضوح الرؤيه وضوح الهدف هاي التماسك والتلاحم والعمل الجماعي هو سبب نجاحنا احنا في أكيد. نادي الموسيقى يعني أكيد. مؤخرا ايضا حصلنا على المركز الثاني على مستوى الأندية الفنية في الجامعة في الاحتفال بالعيد الوطني حلو. هذه طبعا أنا ما أقول هذه نجاحي أنا لا أقول هذه نجاحنا كلنا إحنا أسرة نادي الموسيقى لهم الإدارة الطلابية والأعضاء مع الموجه على طاري نادي الموسيقى أنت ذكرت أن أنتم شاركتوا في العيد الوطني وحصلتوا على المركز الثاني نبي نتكلم هل كانت هناك مشاركات أخرى غير مشاركة العيد الوطني من نادي الموسيقى بجامعة البحرين؟ نعم بعد حبيت أوضح شغلة أن يعني أنا مسكت التوجيه في عام 2013 نعم لعام 2018 ديسمبر يعني خمس مرات من أصل ست مرات دائما المراكز الأولى ما شاء سواء الله الثاني ما شاء أو الأول ما شاء الله تبارك الله فإذا ممكن بس تعيدين السؤال ذكرت أن أنت ذكرت أن في العيد الوطني شاركتوا وطلعتوا بالمركز الثاني نعم. فهل عندكم أيضا مشاركات أخرى؟ نعم مثل ما ذكرت يعني عندنا مشاركات في يوم الانتخابات نعم عندنا مشاركات مثلا الزيارات الإنسانية الاجتماعية حلو. الموسيقية حلو. دار المسنين نعم. أو مثلا مركز عالية للتدخل المبكر نعم. وكذلك كثير من المشاركات اللي تعكس أو تبرز البعد الفني والحضاري لطالب جامعة البحرين. جميل. نعم. صالح يعني سامحني بس إن عايشة ذكرت إن أنت وايد منخرط في الآلات نعم. الأخرى. فهل أنت تهمك الآلات الأخرى أو عندك اهتمامات؟ أكيد طبعًا. يعني يمكن أنا مو بكل الآلات أعزفها. يعني أنا أعزف آلة البيانو. احترافية. نعم. ومشتقات نعم. البيانو. بس الكيبورد أو الأكورديون مثلًا. الأكورديون يبيله. هذه اللي مو اصعب لا لا عادي يعني وايد حلو هذه بديت فيها انا بعد في المرحله الابتدائيه لكن ما يمنع ان انا اهتم في الالات الاخرى يعني نعم. في طلاب عندي يعزفون الات اخرى مثل الجيتار سواء الاكوستيك او الليد جيتار او اي نوع من الجيتارات فهو انا دائما اقول حق طلبتي في الجامعه انتم مثل اللوحه الفنيه نعم نعم وكل واحد فيكم لون يضاف لهذه اللوحه
وهذا يضيف بعد جمالي وفني. فأكيد الاهتمام بالآلات الأخرى، هذه الطالب متمكن من ذي الآلة، هذه الطالب متمكن من ذي الآلة، كلنا مع بعض نشكل لوحة جميلة. ونعم الأستاذ صراحة. نعم الأستاذ يعني ما شاء الله عليك صالح. احنا تكلمنا عن إنجازات ومشاركات نادي الموسيقى بجامعة البحرين، لكن أنا بنتكلم عن مشاركاتك أنت على الصعيد الشخصي. ذكرنا المشاركات الوطنية، نبي نتكلم عن المشاركات الأخرى. في مشاركات يعني وايد، يعني الحين انا اللي تحضرني اللي هي تاليف موسيقى فيلم حكايه انجازات ما شاء الله. اي هذه الفيلم حظى برعايه واهتمام معالي الشيخ فواز بن محمد ال خليفه، كان هو وقتها الرئيس او رئيس المؤسسه العامه للشباب والرياضة، وهي نعم. المؤسسه هي اللي دشنت لنا هذا الفيلم نعم. وتم عرض الفيلم في بعض المجمعات التجارية في الساحة اللي يقيمون فيها الفعاليات. وفي مشاركات شخصية، مثلا أنا في عام 2001 مثلت البحرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا في الشارجة، حتى كرمني حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. أنا بعد في مشاركات جدا بعد أعتز فيها، بالإضافة إلى المشاركة اللي خبرتكم فيها في 16 ديسمبر عزفت أمام قادة البلاد حفظهم الله. عندي بعد لهو المشاركة في معرض الفنون التشكيلية، يكون برعاية وحضور سمو رئيس الوزراء الموقر، وعزفت أكثر من مرة حتى بين في التقرير قبل شوي. أي. وكذلك العزف في افتتاح المجمعات التجارية في البحرين بحضور سمو ولي العهد. أنا جدا يعني أفرح إذا أنا أكون مثلا البحريني الوحيد اللي يشارك في الافتتاحات الرسمية، حتى لو كان في بعض الفرق الموسيقية الخارجية يشوفون لا والله أنه في بحريني، في شاب بحريني حلو. قاعد حلو. يعزف. صالح أنا أبي أكلمك عن العزف، وأبي تكلمني عن النوع من الموسيقى اللي أنت تميل له. طبعاً في الجاز، في الأرم، في كثير من الأنواع، فشنو النوع اللي أنت تميل له؟ أنا أميل حق اللي هو النيو إيج ميوزك، اللي هو موسيقى مدرسة العصر الجديد. أي نعم. أنا جداً أعشق هذه اللون الموسيقى لأنه أحسه أقرب لي أنا، حتى إذا أؤلف اللي يسمع مباشرة يقول إيه هذه من نوع اللي هو موسيقى مدرسة العصر الجديد. نعم. صالح حاولت تلحن أو تألف لحن لأغنية معينة؟ لأغنية اللي هو في العيد الوطني. كانت أغنية يعني، ما كانت مجرد عزف. كانت أغنية وكلمات. نعم. اللي هو اللحن والكلمات كانت كلماتي وألحاني. ما شاء الله. وأديناها في العيد الوطني بجامعة البحرين. حلو. هل تفكر أن أنت والنادي مال الموسيقى تألفون أغنية مثلاً تمثل النادي؟ أنا أتوقع هاي الأغنية لو صارت بتضرب. الله يخليكم إن شاء الله. بالعكس يعني هذا شيء وارد إن شاء الله، وفكرة مطروحة أساساً إن النادي هم اللي يألفون الكلمات والألحان. نعم. أنا ما أنكرت النادي اللي هم طلبتي لحنوا أشعار ما شاء الله، وقدمناها أيضاً في العيد الوطني. نعم جميل. يعني نبي نتكلم شوي صالح عن هواياتك وأمورك واهتماماتك خارج الموسيقى، هل لك اهتمامات أخرى غير الموسيقى؟ نعم عندي اهتمامات، يعني أنا لو أكون صريح معاكم أحب تقديم البرامج التلفزيونية ما شاء الله. وسابقاً قدمت برامج في تلفزيون البحرين، يعني جميل. مثل برنامج إجازتكم، برنامج الأطفال، و برنامج مواهبنا. هذه كان برنامج حلو. مواهبنا آخر برنامج قدمته كان نفس هذا اليوم 31 ديسمبر ما شاء الله. بس عاد 2011 2011 نعم. ما شاء الله. غير برنامج بعد اللي هو مثل ما قلت إجازتكم، وكذلك مهرجان التراث 11 للألعاب الشعبية، كنت أغطي تقارير الخارجية، وغطيت أيضا في نافذة إبداعات في برنامج باب البحرين. فأنا أعشق التقديم في التلفزيون، خاصة يعني في لك روح إعلامية صالح. نعم نعم. جميل. صالح إذا ممكن شو تكلم أو توجه كلمة للشباب الموهوبين، بما أنك أستاذ ما شاء الله كلامك وايد حلو كأستاذ، فشنو تقدر توجه كلمة بمناسبة السنة الجديدة للناس الموهوبين اللي قاعدة تشوفك؟ طبعاً أنا أقول إن شاء الله تكون سنة خير وأمن وأمان على
جميع البلدان العربية والمسلمة وجميع البلدان في العالم إن شاء الله. وأنا طبعاً بوجه كلمة للشاب البحريني تفضل. يعني أنا جداً أثق في الشاب البحريني. الشاب البحريني هو شاب واعي، فاهم، مثقف، دارس، وهو عماد الوطن. يعني أنا متأكد أينما وضعوا الشباب في مكان، هذا المكان راح يتميز. نعم. والدليل هذا البرنامج القائمين عليه ما شاء الله شباب. الحمد لله. فأنا أثق في الشاب البحريني، بس نتمنى من جميع الجهات أن يعطى الشاب البحريني الأولوية. نعم. في شتى المجالات. نعم. يعني نعم. إحنا فخورين فيك صالح، فخورين إن عندنا شاب مثلك وشرواك محب للآلات الموسيقية. كل الشكر على جمال وجودك، نورتنا. الله يخليكم ويعطيكم العافية، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة. مشاهدينا وصلنا معاكم بكذي ختام حلقتنا لليوم، وهذه كان أول يوم لنا في 2019، وإن شاء الله نشوفكم بكرة في ثاني يوم من 2019. يعني مشاهدينا اليوم كانت حلقتنا جدا جميلة، وذكرنا فيها جدا أمور جميلة تخص العام الجديد، أمور فنية وغيرها من الأمور اللي تهمكم أنتوا تهم الشعب البحريني على وجه الخصوص. نتمنى من هذه السنة، سنة 2019، أنها هي تكون سنة خير عليكم، تقدرون من خلالها تحققون كل أحلامكم إن شاء الله. اللي ما قدرتوا تحققونها في 2018 إن شاء الله تحققونها في 2019. نشوفكم باكر على خير، ومع السلامة. في أمان الله.